إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرًّا إلا حذَّرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه، وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون عباد الله، سلوا الله تعالى ربكم التوفيق في كل أموركم وجميع مصالحكم وسائر شؤونكم، فإنه جل وعلا بيده الأمر كله، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعز ويذل، يضحك ويبكي، كل يوم هو في شأن، الأمر أمره والخلق خلقه ونواصي العباد بيده، وهم أجمعين طوع تسخيره وتدبيره، لا غناء لهم عنه طرفة عين ولا قليل نفس. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. معاشر المؤمنين، ما أحوج العبد أن يستشعر هذا المقام، مقام حاجته وافتقاره وضرورته إلى الله بأن يوفقه في كل أموره وجميع أعماله. وتأملوا في التجاء نبي الله شعيب عليه السلام وهو يدعو قومه إلى الله جل في علاه، حيث يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالتوفيق يا معاشر المؤمنين بيد الله عز وجل، يوفق من شاء من عباده بفضله، ويخذل سبحانه وتعالى من شاء منهم بعدله، الأمر أمره والخلق خلقه. وتأمل في باب التوفيق قول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقوله جل وعلا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، وقوله بل الله يزكي من يشاء، وقوله سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وقوله سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وتأمل في باب الخذلان قول الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وقول الله سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقوله سبحانه ومن يهن الله فما له من مكرم، وقوله سبحانه وتعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وقوله سبحانه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فيا معاشر المؤمنين، جدير بنا وبكل واحد منا أن يتأمل هذا المقام التوفيق والخذلان، وأن الأمر بيد الله جل في علاه. وإذا استحضر هذا المقام من مقامات المعرفة بالله جل وعلا تمام الاستحضار وجاهد نفسه على الأخذ بالأسباب تحققت له سعادته في دنياه وأخراه. وتأمل في هذا المقام وصية عظيمة من خير موص عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. ففي السنن الكبرى من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تأمل هذه الوصية ما أعظمها، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن العبد إذا وكل إلى نفسه وكل إلى خذلان وحرمان. وقد أجمع العارفون بالله جل في علاه أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يوكل العبد إلى نفسه. فإذا وكل العبد إلى نفسه وكل إلى خسران وضياع. أيها المؤمنون عباد الله، ومما ينبغي أن يعتنى به في هذا المقام معرفة الأمور التي يستجلب بها التوفيق، وهو باب شريف عظيم للغاية
ومن أعظم ما يستجلب به التوفيق توفيق الله جل وعلا لعبده النية الصالحة التي هي أساس العمل وقوامه وصلاحه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فيحرص المرء على إطابة نيته وإصلاح مقصده ليطيب منه العمل ويزكو بمن الله وفضله. ومما يستجلب به التوفيق الدعاء وكثرة الإلحاح على الله، فإن من أعطي الدعاء فقد أعطي مفتاح التوفيق وبابه. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله عز وجل لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناجاه. ومما يستجلب به التوفيق صدق التوكل على الله جل وعلا، وقد تقدم في قول شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. ومن ذلكم ما جاء في قول الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي في أمورهم واستجلابهم للنصر والتوفيق، إذ إن ذلك كله بيد الله عز وجل. ومما يستجلب به التوفيق عباد الله إصلاح النفس بالعلم، فإن العلم نور لصاحبه وضياء، فما أتي من أتي في هذا الباب إلا من إضاعته لعلم الشريعة التي هي أعظم أبواب التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. ومما يستجلب به التوفيق عباد الله ملازمة أهل الصلاح والاستقامة والبعد عن أهل الشر والفساد، فإن من فتح على نفسه باب مجالسة لأهل شر وفساد فتح على نفسه من باب الخذلان والحرمان شيئا عظيما بحسب حاله من هذه المجالسة. ومن الأمور التي يستجلب بها التوفيق عباد الله مجاهدة النفس على العبادة والطاعة فرضها ونفلها. وتأمل في هذا الباب الحديث القدسي العظيم، حيث يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. اللهم إنا نسألك التوفيق لرضاك والمعونة على طاعتك، وألا تكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل.